إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، لو نعود إلى آخر سورة النحل في قوله تعالى: واصبر وما سرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض في عام الحزن لموت زوجه وستره خديجة التي كانت تسامحه
من المسجد الحرام إلى أن بعد صلاة العشاء
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم هو وشريك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإلى سدرة المنتهى. قال في القرآن عندنا الدليل على الإسراء، أما المعراج ما عندنا دليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من الأرض أو من بيت المقدس إلى السماء. قال لا، الدليل موجود عند ربه تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفي قوله تعالى: عليه الصلاة والسلام.
كلما نظر عليهم ابتسم عليه السلام فرحا بفعلهم. وهؤلاء وكلما نظر الى شماله بكى عليه السلام، قال وهؤلاء اللي هم على الشمال بنوه من اهل النار، كلما نظر اليهم بكى. ورعى البيت المعمور اللي هو مقابل الكعبه الشريفه، بيت المعمور كل يوم تطوف به الملائكه اكثر من 70,000 يطوفون بالبيت المعمور، فيذهبون فلا يعبدون الى يوم القيامه، وما يعلم جنود ربك الا هو. ثم واصل الرحله عليه الصلاه والسلام الى السماء الثانيه، فاستاذن جبريل فقيل له من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل اولا ارسل اليه؟ قال نعم. قال ارسل اليه ففتح له فراى يحيى وعيسى ابنا الخاله، راهم في السماء الثانيه، فقال له جبريل هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلم أفي هذا المكان يطرق
كلمة تريد مؤنسا؟ قال هذا مقام عليه السلام. وعن البخاري من حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون كيف كما بين السماء والأرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يقول لهم: أتدرون كما بين السماء والأرض؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. ما بين كل ها ما بين السماء والأرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون كم بين السماء الأولى والتي تليها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. وهكذا بين كل سماء وسماء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام. هذا بين السماء السابعة وعرش الرحمن. قال: وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام. وفوق البحر عرش الرحمن، ولا يقدر قدره إلا الله جل في علاه. وفوق العرش رب العالمين، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم جل الله في علاه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم واقترب من العرش، يقول عليه الصلاة والسلام: فبلغت إلى موطن سمعت فيه صريف الأقلام. يعني وصل النبي إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، يعني صوت الأقلام التي تكتب مقادير العباد صلى الله عليه وسلم. لم يصل